بالنسبه لهاد الساكنه هذه ديال دوار الحنشه ديال دوار الحنشه بوقنادل بان تهددهم واحد النائب على الارض ديالهم، تفوت عليهم بلا ما يتشاور معاهم، وتيقول لهم بان هاد الارض راه حقها باغي سيدنا تيجي على طريق سيدنا، وتيهدوهم اخوانهم غادي نتوما يعطيو الكلمه بان تهدوهم حتى السلطه قال لك الباشا والقيد، تيعيطوا لواحد بواحد كيفاش حقها فوت الارض ديالك دير هذه. قلت لك تهدوهم حتى بالنسبه للباشا والقيد تهددهم، تيعيطوا بالواحد بالجوج، تديو بالواحد بالجوج تيزلفوهم على حساب القبيله ما باغيش تفوت بلادها، وهذا النائب هذا تيمشي يحط الارض للتفويت بان تيقول لهم راه خاويه، انتم فاعلين المكان انتم تشوفوا لا خاويه غادي نشوفوا خاويه ولا عامره غادي نشوفوا عامره. هاد الناس عايشين من الارض ديالهم، ما عندهمش فين غادي يمشيو، وكل واحد عنده فيرما ديالو، ما كاينش شي واحد هنا بالنسبه لهنا الحنشه اللي خدام شي بلاصه من غير الارض ديالو. اللي ما عندوش الارض خدام مع ولد عمو ولا مع اللي حداه. كاين الفارم هنا اللي هزن 20 واحد 30 واحد. هذه هي القبيله اللي ما فيها لا كريساج ولا لا قلتي لشي وليد دابا هنا شناهو التشمكير ما يعرفوش. ان هاد الناس كيقريو وليداتهم عايشين من هاد الارض ديالهم، عايشين من الفارم ديالهم، وهاد النايب هذا كل مره تهددهم تيفوت لهم بلادهم بلا استشاره ديالهم. السلام عليكم، تنشكركم اخوتي على هاد الزياره اللي جيتو عندنا هنايا. حنا اخوتي جميع الابواب دقيناها. هاد الناس تابعين لهاد البلاد هادي من 2010، ما تيقول لك غادي باغا سيدنا، تيقول لك بلا غنديرو فيها مشاريع، غنديرو لكم فين تخدموا، غنديرو لكم حنايا الخدمه ديالنا هي الفلاحه. حنا كدابا جميع الابواب دقيناها، دابا تناجدوا، بقى لنا الا سيدنا من بعد الله سبحانه وتعالى والجنة جدوه بالله يشوف من حالنا ويشوف هاد الناس شنو بغاو عندنا. كل مره كيجي عندنا الرئيس يجي عندنا سعاده القائد، يجي عندنا الباشا، تيهضروا لك بسميه العامل، تيقول لك بلا هاد الارض هادي راه بغاها سيدنا. حنا بغينا نعرفوا هاد السؤال اللي ما لقيناش ليه جواب. دابا كنطالبوا من الناس المسؤولين يوصلوا هاد الكلمه لسيدنا. وعاش الملك. حنا كان نوه من هذا المنبر اللي هو جامعة الحنشة السلالية اللي كتمثل هذا الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، وحنا كنعيشوا تحت ظل الدستورية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكنبين هنا للرأي العام باللي أننا راه هذه الأرض اللي كيهدونا بها بعض الليوبيين فهي ارض يعني ارض فلاحيه، هي المسقط الراس العيش ديالنا. وانتم كتشوفوا على كما كيبان لكم في الصوره اذا كانت واضحه، هاد الشهادو كلهم هذا هو العيش ديالهم، لاننا ليس لنا وظيفه او 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 شي حاجه اللي غادي تغني لنا شي، فلهذا كنبينوا لنا الاحتجاج ديالنا والوقف ديالنا والرفض ديالنا التام لتفويت الشبر من ارضنا هذه، لاننا حنا هذه ارض هي اللي كنعيشوا منها، وعندنا اولاد وعندنا احفاد، يعني اولادنا قراو، ومع ذلك حنا ما عندناش الجهد باش نتزحموا على المناصب العليا، لان هؤلاء الليوبيين اللي كيهدونا من باش يفوتونا ارضنا لشي جهه معنيه. فاحنا كنقولوا لهم راه حنا كنعيشوا حنا تحت ظل الديمقراطيه. المغرب راه كيمثل الحمد لله ولله الحمد، هذا كيتباهى به العالم، لان المغرب كيحتوي على درجه عاليه من ناحيه التقديم في حقوق الانسان. فهاد الناس هادشي اللي كيديروا راه كيتنافى مع هاد الدستوريه الملكيه في الحقيقه، وحنا كنحتجوا وكان لنا دليل قاطع، يعني الخطاب الملكي الذي القاه صاحب الجلاله يوم 10 اكتوبر عند افتتاح البرلمان في 2018 اللي كيحث على تمليك الاراضي السلاليه، فهذا كينتفى مع هاد الناس، كينتفى مع هادشي هذا هو. وحنا كنشوفوا هاد اللجنه اللي كانت يوم 7 يوليو 2019 صادقت على على المشاريع القانون يعني رقم 17 و61 اللي كيحضروا السيد وزير المنتدب لزوا الداخليه السيد نور الدين بوطيب، وهادشي اللي كتفاجئوا به دابا كيفاجئ. فلهذا كنقولوا لهاد الناس اللي كيحاولوا باش ينصبوا لنا الارض، كنقول لهم راه حنا لا للتفويت. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه الرساله تنوجهها للمسؤولين الشرفاء
هاد الارض راه مالها وانا واحد من هاد الناس، راه الارض ما تنفوتوهاش لشي واحد، وتنطالبوا بالتمليك للارض. الارض الخطاب ديال سيدنا بالخطاب ديال صاحب الجلاله الله ينصره ويطول عمره، قال لك لاين هو الشباب استمروا في البلاد اللي هما فيها، او سلاليه او ملكيه او دابا هذه كتعنينا احنا ارض سلاليه، ولك اليوم صبحت ملك، راه ارض ملكيه، راه اللي عنده شي فيرما شادها. واش هاد النايب تيفوت الارض؟ واش هاد الارض هذه بقات ديال الجموع؟ راه ما بقاش ديال الجموع. الا قال الجموع يجي يقسم معايا بلاده هو، راه ما كايناش، ما بقاش ارض الجموع، ملك بلاده، راه الارض ما بقاش فيها الجموع، الارض راه كلها تملكت، تملكوها موالها بالفوارم، ولا عنده شي ارض راه شادها. وعاش الملك. السلام عليكم. شكرا للشوف تي في على تلبيه الدعوه اللي لبات لنا الدعوه باش انه نشروا الصوت ديالنا اللي كنعاني واحد الضغط نفسي وضغط مادي. المهم انا يا شاب مغربي كنقطن بهذه المنطقه هذه، قرايت الحمد لله وصلت لواحد المراتب، ما جابش الله في الخدمه يعني توظيف، رجعت لبلادي كنخدم فيها عادي جدا بحال ما كاين والو. ملي غيمشي هذا غيفوت الارض ديالي لاني انا كنستغلها وكتعتبر انها مسقط الراس ديالي وكبروا جدودي فيها وعشت فيها وما غاديش نتخلى عليها باي ثمن، مهما يحدد الثمن ما عندهاش ثمن باش نتخلى عليها. لهذا انا كنطالب بحاجه وحده، الناس اللي كبار يتلفتوا لينا، رحنا شباب، رحنا قرينا، رحنا ما تزوجناش، كيقول لك هذيك المساله ديال تزوج ما تزوج، حنا ما قريناش، قرينا ما تزوجناش، وضعنا في البلاد ديال البحر اللي فوتوها بواحد الثمن رمزي، ما عرفنا شنو، كيشدوا نائب مقاري ما والو، كيدخل عنده عميل ديال الاستثمار، كيوقعوا في الفخ، كيقول لي سيني، كيشربوا اتاي، صافي كيمشي. حنايا الجينيراسيون ما اعتنى بينا حتى واحد، كاينين بزاف الناس هنا، انا بغيت نهضر مع الدراري الجينيراسيون هما اللي يهضروا على راسهم، اما اللي كبير سالا وقته. انا كنهضر على الجينيراسيون اللي قدي واللي صغار مني اللي جايين، هادو هما اللي خصنا نهضروا عليهم. الا كنا حنا مثلا كدوله كنطمحوا لواحد البرنامج ديال انه يكون عندنا واحد التقدم، يكون عندنا واحد التطور في المجتمع ديالنا، الا ما اعتنيناش بالجينيراسيون الصغيره كيفاش غادي نديروا؟ وهنا المجتمع ما كاين لا خدمه لا والو، انسان ملي ما كيلقاش الخدمه كيمشي لبلادو كيتفلح فيها وبالتالي كتربحوا. وراه الحمد لله كاينين الفيرمات وكاينين الناس اللي مخدمين معاهم الناس، وغادا الامور مزيانه، ما عد العيش ديالنا مزيان، ما عندناش الكريساج، ما عندناش الاخلاق هي هذيك مزيانه، ما عندناش الشمور، يعني مادام كيخدم واخا كيقرا ما كيجيبش الله كيرجع لبلادو يخدم فيها. انا باش غنقرا وما نلقاش فين نخدم راه كنبقى بطاله وكنبقى يعني ندير شي حوايج خايبين وندير شي مسائل اللي ما خصهاش دار. الوغ دابا البلاد حنايا ما غاديش نفوتوها. وثاني حاجه، واحد الحاجه اللي كما ذكرت انه ما كنعرفوش، هما كيقول لك حنا حطينا البلو وحطينا الرؤيه الاستراتيجيه على انه البلاد غادي تمشي باي كيفيه باي منهج غادي دي البلاد، مع من تشاورتي انت كتسيني باي منهج، شنو هو المنهج؟ واش انت غادي تستحمرنا وتقول لنا السلام عليكم السلام ارى لي البلاد فوتها؟ راه ما يمكنش، راه خاص منهج، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا، راه خاص منهج، ما يمكنش يجي يقول لك انا جيت عطيت. لا خلي شوف هذيك المسائل ديال تعبر في الليل، حنايا حنا كنطالبوا بحاجه وحده، كنطالبوا انه تكون البلاد ديالنا مطمئنه، وما نبقاش نسمعوا ديك الهضره كل عام يحطوا لنا في الدلاله تباع، حنا بغينا حد ديال انه ما تبقاش تباع. شي وسيله انا كنطلب من المسؤولين اللي واعيين بهذا الشيء واللي في الفلاحه وداك الشيء يعطيونا واحد الوسيله واحد الحل انهم ما نبقاش نسمعوا الهضره ديال كل عام نعم للتفويت كل عام. هذه مساله من 2012 وهي كتعاود، هذه الكره كتعاود كل عام كل عام، حنا بغينا الحل. ولي ما عندوش مخدمشي وشي مخدمشي ما عمرني انا شت، والشركه تجي عندك تتعبر في الليل، عمر شي بلاد تتعبر في الليل؟ ما ماشي شركة تتعبر في الليل، حنا عايشين في بلادتنا، ولي ما عدوش عدو دايرين اش قال واحد كلها دايرين بلادنا فلاحية فيها لابوكا، فيها تنديروا البطاطا، تنديروا الفلفلة، تنديروا الدنجال، كل شيء عندنا موجود، ولادنا كنديروا لهم شي تشمكرو يتشردوا ولادنا، ما نشردوش ولادنا، وحنا بلادنا ما نبيعوها لا بالغلا ولا بالرخا. احنا بلادنا واخا يحفروا لينا فيها ونموتنا بها، كانت على الشركه تجي تغبق علينا وتقول لنا ندي لكم بلادكم، لا تيجيو يهدونا. ها واش غنبقاو نتهدوا؟ واش بقاو تلفقوا لينا التهم؟ احنا كون على يقين شتي هذه الوقفه وهذا الشيء، كون على يقين غادي تلفقوا لينا التهم، شكون اللي غادي تجي فيه؟ الله اعلم.
حنا تنطالبوا بحقنا وتنطالبوا بان السلطات لساعده العامل ولا ساعده الوالي اليعقوبي ولا الداخليه ولا اي واحد يعطيونا وثيقه اللي تثبت بان الارض ديالنا ما بقاتش عتفوت. حنا بغينا ارضنا ما تفوتش، والمراه السلاليه عندها الحق بحالها بحال الراجل. هذا النائب الكبير داير لنا الفتنه، دائما العيالات عندهم الحق ياخذوا حقهم مع خوتهم، تيقول لهم لا الرجال ياخذوا الارض والعيالات ما ياخذوهاش. والصاحب الجلاله ملي قال المراه تاخذ بحالها بحال الراجل، واش كلمته تطيح؟ ما يمكنش، اللي قالها سيدنا هي اللي كاينه. دابا هذا النائب تيحرط عليا خوتي، لا انا ولا خواتاتي. سيدي حنا بلادنا وليداتنا ما عندنا فين تنخدموا، ما عندنا فين نمشيو. ما حنا خدمتنا فلاحتنا، وليداتنا فلاحتنا. ما عندنا فين تنمشيو، وليداتنا عايشين عا في الفلاحة، عايشين عا خدمة فلاحتنا. بغيت يجيو تيجيو عبروا علينا في نهار الحد، نهار السبت، ما كانش الخدمة في الليل، يهدونا على بلادنا. حنا راه عايشين وليداتنا عا في الفلاحة، حنا وليداتنا ووالدينا وولاد الوالدين، كل شيء عمر هاد الشيء ما كان، تا هاد الشيء كان هاد الشيء، راه حنا ممنوع باش نفلتوا بلادنا، راه حنا راه الموت عليها، العيش عليها، طيحوا الروح عليها، وهاد الشيء